خمسة كده. ماشي. يلا يا اختي. مهرة انت كويسة؟ سيبيني لوحدي شوية يا لولي، وخدي معاكي حسن وديه عند سعيد. ماله؟ عايز أم؟ تلاقيه جعان. لا، ابنك خايف من اللي بتفكري فيه يا مهرة. بفكر في ايه؟ عايزة ترجعي في كلامي؟ الجوازة دي مش حياة أو موت بالنسبة ليكي ولأخواتك وبس، لا، ده بالنسبة لابنك كمان. ابنك بالجوازة دي هيبقى اسمه حسن زيدان سيف الدين، يعني ابن المستر الكبير. عارفة يا سحر، مش هقدر أرجع خطوة ورا، ولا هقدر أقول الكابر إن اللي يقابلي. أمال إيه؟ محسساني اللي كأنك في عزا. صدق كل اللي بيجرالي ده، اللي اخترته غشني وكذب عليا وخاني، استحملت القرف والخنقه عشان ما اعملش حاجه ما بحبهاش، واضطريت اخلعه وحملت ما قلتلوش. ادي حسن اهو كبر، دلوقتي هتجوز اللي تقدم لي مرتين ورفضته. ايه رأيك في قصتي؟ مؤثرة؟ صدقيني يا مهرة، ده كمان في مصلحة جابر، بدل ما يخرج من السجن وفي رقبته عيل، هيخرج بطوله ويعيش حياته الله يسهله في راحة وبسطي. أنا مش عايزة أشوفك كده. مهرة، العريس والمأذون وصلوا. يلا مهرة، يلا حبيبتي، يلا.